رجعنا لكم مشاهدينا، ونروح الحين لنيلة المتواجدة في مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية المستقلة للبنين، واللي بتطلعنا عن جولة الحافلة الدعوية كنوز التابعة لنساء عيد. هلا فيك يا نيلة. هلا فيك دعاء، ورحب فيكم من جديد مشاهدينا. نسمة وعدكم الساعة أن أنا راح أروح معاكم لباص كنوز اللي تابع لمؤسسة عيد الخيرية، وهاي المؤسسة يعني تسعى دائما تقدم يعني من خلال إقامة هذا الباص اللي حافل بالدعوات والمحاضرات وورش أيضا داخل الباص لتوعية أيضا الكبار نقول والصغار بعد. راح أتعرف معاكم يعني على هاي الباص اللي موجود هني مع الأستاذة اللي راح تعرفنا أكثر يعني عن الباص والهدف أنهم جابوه لهذه المدرسة. صباح الله بالخير. صباح النور، يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله. الله يحييك. في البدايه لو يعني تكلميني عن الباص كفكره عامه يعني نعطيها حق المشاهدين. تم استدعاء حافلة كنوز من مؤسسة عيد الخيرية لتفعيل نشاط القراءة في المدرسة في مدرسة سعد بن أبي وقاص. هذه الحافلة عبارة عن ثلاثة أركان، عندنا ركن القراءة، ركن التعبير، وكذلك ركن التعلم الذهني. ركزنا على القراءة في المدرسة من بداية المدرسة، كانت هناك عندنا ورش للقراءة، كانت هناك عندنا كذلك قراءة خارجية مش بس في مكتبة المدرسة، كذلك في ساحات المدرسة إصدار كتب للطلاب. نعم، أنت قلتي طبعا عندكم تعزيز القراءة، لو تقولين لي الهدف يعني بنرجع حين للباص، نقول الهدف أنكم جبتوا هالباص يعني وخصوصا في مدرستكم، وتشوف ما شاء الله الطلاب من الصبح متحمسين انهم يركبون الباص ويتعرفون على الاشياء اللي موجوده. احنا في مدرستنا بنغير صوره عرض الكتاب، بدل ما تكون مكتبه احنا خليناها مكتبه متحركه، فساعدتنا في ذلك مؤسسه الشيخ عيد بن محمد. نعم، لو تقولين لي يعني او نقول حق المشاهدين نصيحه تقدمينها للابهات والامهات، وخصوصا يعني خصوصا نقول نحن الحين في عصر التكنولوجيا ووجود الايباد ووجود التليفونات، وبعض من الطلاب استغنوا عن الكتاب، شلون نحن نقدر نعزز ونخليهم انهم يرجعون ويقرون من الكتاب؟ انا انصح جميع الاباء والامهات صراحه تعزيز القراءه، تعزيز الامساك بالكتاب، عرفتي؟ لان تقريبا صار جذري بالنسبه للايباد والايفون والتكنولوجيا طبعا والتلفزيون، فانا اطلب منهم صراحه شراء الكتب المشوقه، خصوصا احنا في مدرسه نموذجيه ذات الالوان المشوقه، القصص، اخذهم الى مكاتب نص ما شاء الله كثيره في دوله قطر، ويعني بس. يعطيك العافيه وشكرا لك، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. تفضلوا معنا. شكرا مشاهدينا، خلوني يعني الحين نسمع نشوف الشباب اللي موجودين قاعدين، خلوني اسال بعض منهم. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. ممكن تعرفنا باسمك؟ مبارك عمر. مبارك، شنو الكتب اللي تحب تقراها؟ والله كتب الشعر. الشعر. لو تقول يعني نصيحه تقدمها حق زملائك عشان يقرون دائما وما يخلون الكتاب. والله النصيحة هي أن الكتب مفيدة وتساعد الإنسان في حياته. وبعد شنو؟ يعني وبعد إحنا قاعدين ناخذ بعد معلومات، وأنتم بعد الحين صف سادس ناس ما عرفت، يعني أكيد تاخذ البحث اللي تعطيك إياه المدرسة من المعلومات من الكتب، صح؟ ناخذ كل كتبنا المعلومات وش تفيدنا. شكرا لك، وخليك الحين مع زملائك يعني تطلعون هاي التلفزيون اللي فيه بعض من المعلومات. مشاهدينا راح اخذكم الحين وياي جوله داخل، ناس ما تسمعون ازعاج الطلاب يعني ما شاء الله متحمسين. في قسمين هنا، قسم الالعاب الذهنيه ناس ما نشوف الطلاب متحمسين ويلعبون وهي العاب ذهنيه، وايضا هنا القراءه ناس ما نشوف كل طالب يعني ماسك كتاب، وايضا هاي يعني من القصص اللي موجوده منها يعني بالفعل قصص جميلة ناس ما نشوفها مشاهدينا ومشوقة، وناس ما قالت الأستاذة يعني الواحد خصوصا طلاب النموذجية نجيب لهم الكتب اللي فيها يعني تشوق يعني تشويق، اللي شلون تكون يعني قصة فيها صورة فيها ألوان، فهاللي بيعزز يعني عندهم بعد القراءة. ونقول بعد يعني مؤسسة عيد الخيرية مسوين هني ركن، وهو ركن بيكون يعني في كيس بيوزعون على الطلاب. هاي ناس ما نشوف مشاهدينا هني مسوين مكعبات، طريقة الصلاة، طريقة الوضوء، يعني يعلمون أيضا الطلاب طريقة الصلاة والوضوء،
وايضا هاي التركيب اللي هو يعني قصة ذكرت في القرآن الكريم. ايضا هناك كتب يقدمونها مؤسسة عيد الخيرية حق طلابنا اللي هي مهاراتي، نفس ما نشوف يعني هني في بحاول افتح لكم كم صفحة، يعني هني في كم مهارات اللي يوصلون الصور يتعلمون منها يلونون. هاي ايضا طريقة يعني تساعد الطلاب انهم يحبون القراءة. وايضا في كتاب طفلي مبدع، هاي الكتاب ايضا اللي هو شلون يعني نشوف طريقة ابداع اطفالنا. يعني كل طفل اكيد عنده موهبة يحب انه يسويها، هاي يعني من خلال الابداع. وايضا نحن مشاركتنا كابهات وامهات واخوان واخوات نساعد اطفالنا انهم يعني يتخيلون ويقعدون يسوون اللي هم يحبونه، فهاي بعد شيء حلو لو نشوف بعد هني الخطوات. يعني شلون انت تقدرين تخلين طفلك مبدع؟ هني الخطوات، 7 خطوات او عفوا 10 خطوات تخلي ان يعني اطفالنا يكونون مبدعين. ايضا هني نفس ما نشوف حصالة، وناس ما نعرف مشاهدينا ان هاي الحصالة عيالنا يجمعون فيها الفلوس، منهم اللي يودونها طبعا زكاة، ومنهم اللي يودونها يعني يخلون الفلوس يجمعون لين كبروا عشان في مشروعهم حابين يسوونه. وني الكتيب يعني او نقول هني ناس ما نشوف هالكتيب الصغير اللي فيه كنوز الدعوة امانة بلقها معانا. هاي مشاهدينا هو المعرض الدعوي المتنقل لمؤسسة عيد الخيرية واللي موجود في مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية المستقلة للبنين. هاي كان كل شيء عندي، أرجع لكم خواتي بالاستديو. يعطيك العافية يا نيلة. حصة نضيف باص إلى قائمة الباصات اللي قلنا عنها، يعني الحفلات اليوم يومها في حلقتنا، اليوم الظهر حلقتنا فعلا حلقة الحافلات. جميل التعليم والمعرفة اللي يعطونها حق الأطفال في قالب ترفيهي. نعم. مثل المعرض اللي رحت أمس كان فيه ركن من الأركان واللي شدني فعلا هو اسمه ركن المعرفة أو قصر المعرفة أو عالم، هو عالم المعرفة بس هو بوابة قصر. إذا لاحظتوني وأنا في التصوير طلعت من الباب، أنا كنت أغطي معك في مكان آخر. يعني ما شفتي بالعربي. هاي البوابة مجرد ما تدشينها على يمينك سينما يعني حياة إنه الأطفال يدفعون ويأخذون تيكت ويروحون بوب كورن ويروحون السينما، يعني يأخذون لهم بوب كورن ويروحون السينما. شنو هالمعرض؟ معرض مهنتي. حصة تبين تختصر؟ أوكي. معرض مهنتي طبعا كان في مدرسة الخور وكانت فعلا تجربة حلوة. خلونا نشوف تفاصيل أكثر وياكم في هاي التقرير. تحتضن مدرسة الخور الابتدائية للبنات المعرض الأول وهو معرض مهنتي الأول. الهدف من إقامته هو ترجمة إلى أرض الواقع لوحدة دراسية ومنهج دراسي يتناوله الطلاب في مرحلة التعليم المبكر بعنوان وحدة المهن، وبالتالي قامت دراسته نظرياً من قبل الطلاب، والآن ترجم إلى واقع عملي يعيشه الطلاب داخل أرجاء المدرسة. نشكر قناة الريان على حضورهم وتواجدهم معنا في المدرسة ووجودهم بشكل واضح. والهدف من مشاركتنا ورعايتنا للمعرض ان احنا نكون جزء من منظومة 2030 من تطوير المجتمع القطري وجعله من الاكتفاء الذاتي حق نفسه، من تأمين التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. طبعا بما ان هذه هي التجربه الاولى فاكيد تواردت لدينا بعض الافكار الجديده التي سوف نطبقها باذن الله تعالى في معرض مهنتي القادم باذن الله تعالى، معرض مهنتي رقم 2. كانت طبعا تجربة حلوة في هاي المعرض، عشت مع الأطفال أكثر من مهنة
سواء من بداية من شرطي المرور إلى مفتش البلدية إلى الدكتور إلى يعني أكثر من مهنة عشتها معهم. أكثر شيء حمسني وحسيت فيه بغموض لما كنت أنا الضيفة والبنات كانوا يعني المذيعات، فطرحوا وتعرفين الأطفال ما تتوقعين إيش ممكن يكون عندهم من مفاجآت. طرحوا علي أسئلة، من ضمن هاي الأسئلة كان في سؤال فاجأني، ما يعني قلت لها تسألني عن شنو، بس ما قلت لها الأسئلة بالضبط قبل لا نطلع. فقلت لها يعني سأليني عن المعرض، سأليني عن إن يعني أنا لو مثلا بنت معك شو تحبين في المعرض كذا كذا. طلعت فاجأتني بأسئلتها، فكانت جميل. تجربة حلوة، وعرفت إن أنا يعني لما أتعامل مع الأطفال لازم أكون يا طفلة مثلهم يا حذرة جدا. هذه مشروع مذيعات. طبعا يعني بهذا التقرير مشاهدينا، وبعد ما تجولنا بين فقرات الصباح رباح وصلنا إلى نهاية محطتنا. قبل ما ننهيها طبعا احنا نستقبل اقتراحاتكم واستفساراتكم، فرسلونا على ايميل البرنامج صباح.رباح@ريان.تي في، وايضا عبر صفحه قناه الريان على الفيسبوك وهاشتاج صباح رباح على تويتر. وطبعا يمكنكم مشاهده اعاده هاي الحلقه وحلقات غيرها على موقع قناه الريان. فمان الله.